وراسم السعادة التعمري يبحث وينظر ويفكر ويهيئ بيسارية قادمة من بلاد الشانزليزيه لتقول لجميع الأردنيين هذا هو الهدف الأول. يلا معاك على طول. وهذا انفراد لمنتخب باكستان، هذا هو الاحتراف. قرب يا يزيد، قرب يا يزيد، وجيبها يزيد وتوقعها يزيد. هذه الهفوة شفنا ممكن كان المنتخب الباكستاني يسجل هدف احترام المنافس، ومن هدف للباكستان لهدف وركلة جزاء للأردن، ركلة جزاء للمنتخب من فرصة هدف لباكستان. أبعدها يزيد وتحولت لتصبح هجمة مرتدة. إذن ركلة جزاء لمنتخبنا. من سينفذ؟ من سينفذ؟ عنده يزن العماد، الخطأ موجود. إذا ركلة جزاء لمنتخبنا الوطني، وعلى التنفيذ مين؟ يزن العماد. علوان سلمها ليزن العماد. في المباراة الماضية شفنا سجل علي علوان من ركلة جزاء، والآن أيضا أهدر موسى التعمري ركلة جزاء. الآن الدور على يزن العماد. يزن العماد في مواجهة حارس مرمى باكستان. يزن دقيقة 28. يزن العماد مباشرة، جول 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 ثاني، والمهرجان الأهداف يبدأ. يتواصل الأهداف بالهدف الثاني لمنتخبنا في الدقيقة 28. يزن العماد يسجل اسمه في سجل الهدفين. إذن يزن العماد يسجل الهدف رقم 17 في مباراته رقم 46 مع منتخب النشامة. يزن يسجل ثاني الأهداف. الفرحة أردنية مستمرة في هذه اللي ارتدت من أرضية الملعب. شوف الكرة، شوف الكرة لامست الأرض وارتدت وغالطت الحارس لتكون ركلة ركنية الآن لمصلحة منتخبنا الوطني. وعلى التنفيذ محمود مرضي، وكذلك الركنية تلعب. تدخل من الكابتن، ما زالت أردنية. فرصة ليزن، دبل كيك، هذا هدف ثالث. سعد الروسان يسجل أول أهداف الدولية في ليلة أردنية، والفرحة الجميع. ولي العهد يصفق، سمو الأمير هاشم يصفق، والتحية من كل الأردن إلى هذا المنتخب. إذن 10 دقائق ربما احتجنا لمشاهدة الهدف الثالث. المجهود الكبير ليزن. سعد الروسان بالواجب الهجومي وهو قلب الدفاع يؤكد بأنه الجميع قادر على التسجيل. إذن هذه كرة سجل منها الهدف الثالث، والأهداف إن شاء الله كمان وكمان كمان وكمان في الشوط. عماد نجم النجوم، الشاب الموهوب اللعيب، ولكن الباكستاني أفسد الفرحة علينا. محمد صدام، كرة الآن ما زالت أردنية. هدف رابع، موسى التعمري بالدبل أهداف في هذه المباراة. هدف أردني 4-0. الحسابة بتحسب، وبدأ مهرجان الأهداف الآن. 61 دقيقة، 4 أهداف. ننتظر كمان وكمان. الجمهور الأردني متعطش
وفرحة متوقعة. سبب الإصابة اللي تعرض لها أيضا المنتخب بمن حضر أبو حشيش إلى سعادة إلى أبو زريق مجددا. هذا الشكل الجماعي، تدوير الكرة، الاحتفاظ، إيجاد المساحات، عمل ممتاز في مجهود كبير، ولكن الدفاع الباكستاني أيضا يبعد. سعد الروسان إلى يزن عماد، هجوم كاسح، علوان علوان علي علوان، الهدف الخامس، الخامس بأقدام علوان. فرحة الهجوم الأردني، فرحة النشامة، فرحة كل الأردنيين بهذا الهدف الخامس. الأهداف تأتي كمان وكمان، الشيء الذي لا نرتوي منه هي الأهداف. شفنا الجهد من يزن والختام من علوان. بدأ الهجمة يزن واختتمها علوان بأجمل طريقة بشكل فردي. الخيارات وبدأت تظهر الفوارق الآن. هذا الأمر اللي كنا نتحدث منذ بداية المباراة، مع مرور دقائق المباراة ستظهر الفوارق بشكل أكبر. عمل كبير من يزن، حضر، أداها لنفسه، أخذ المساحة وسدد في مرمى باكستان. هدف أردني خامس ليزيد من الغلة الأردنية. علوان مجهود كبير. نبقى أو نعود إلى أجواء المباراة مع هدوء لدقيقة أو دقيقتين، لن يستمر طويلا. هذا علوان والتعمر، الهاتريك 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 الهاتريك. موسى التعمري يضرب بيد من حديد، التعمري يضرب بيد من حديد، نجم مونبلييه الفرنسي وسادس الأهداف الأردنية. بدأ السيرك يعمل، بدأت الفرحة تكبر، وبدأت مهرجان الأهداف يتصاعد. مع مرور الوقت المنتخب الباكستاني سيتراجع. تتبقى 12-13 دقيقة، وحالة من الشراهة، في شراهة عند اللاعبين حتى بين بعض، تشعر في تنافس مين يجيب أهداف أكثر. هذا تنافس مشروع، هذا تنافس جميل نستمتع فيه. لا حرة مباشرة، شوف المشجع صاحي حتى الآن. الساعة قديش صارت؟ 12 إلى ربع، يعني ما شاء الله الأطفال موجودين وصحيين أكثر من الجميع. بما أنه نشامة بيلعب، الكل مهتم، الكل مركز، الكل متابع. آلية جديدة للتنفيذ، شفنا أكثر من طريقة، هل يتم تكرارها كما كان الهدف في المباراة الماضية؟ الثلاثي موسى دائما موجود مع شرارة ونور. مين راح يسدد؟ فرصة هدف جديد، والهدف السابع، الهدف السابع، أبو زريق، شرارة وفرحة، الأهداف تتوالى، الفرحة تتواصل، والأهداف مستمرة، والنشامة 7-0. النشامة يضرب وربما يسجل النتيجة الأعلى في هذا اليوم من تصفيات كأس العالم. النشامة من جديد يواصل التسجيل، شوف من جديد الآن شرارة. نتحدث عن آلية التنفيذ، كانت مشابهة لمباراة الذهاب، والهدف يسجل، الهدف السابع لمنتخبنا الوطني.